هذا هو أحد السيناريوهات التي يتم التعامل معها في إطار تدريب الجبهة الداخلية في إسرائيل المعروف بنقطة تحول، انهيار مبنى سكني ذي 5 طوابق بعد استهدافه بصواريخ. في هذه الحالة ستقوم كتائب خاصة بمهمة إخلاء الجرحى أو القتلى من تحت الأنقاض. نتدرب هنا على موضوع الضربة القوية التي تشمل هجمة صواريخ مكثفة باتجاه المناطق السكنية، وهدف القوات المنتشرة في المكان هو تقديم المساعدة وعمليات الإنقاذ للمدنيين. وضمن التدريبات التي تمتد على مدار 5 أيام، وضعت قيادة الجبهة الداخلية خططا للتعامل مع عدد من الحالات، بدءا من سقوط أعداد كبيرة من الضحايا وانتهاءا بالمواقع التي هدمتها الصواريخ. ويستعد الجيش لعدة سيناريوهات، أبرزها اندلاع حرب في 3 جبهات، السورية واللبنانية والغزية. نحن نقوم في المحصلة بدراسة التهديدات التي من الممكن أن تواجه إسرائيل، وعلى ضوء ذلك نبني التدريبات، وطبعا فإن التهديدات تتطور دائما. وتدريبات نقطة تحول تجرى للعام 8، إذ بدأت بعد الحرب على لبنان عام 2006، وتضاف إليها المزيد من التحديات مع ازدياد ما تصفه إسرائيل بالمخاطر التي تهدد أمنها. التطورات الأمنية في المنطقة خاصة في سوريا تزيد سيناريوهات هذا التدريب تعقيدا، على الرغم من الاستبعاد الحذر لاندلاع أي مواجهة في الجانب السوري أو اللبناني. شيرين يونس، سكاي نيوز، كرمئيل.